اليوم السابع احنا موجودين دلوقتي في سوق الساغة بالحسين، زي ما احنا شايفين دلوقتي في اقبال من المواطنين على شراء الفضة. الفضة دلوقتي بعد ارتفاع اسعار الذهب بقى في اقبال اكتر شوية على الفضة، والناس بتيجي تشتري، خصوصا ان احنا سمعنا ان في فضة بيتم طلاءها بالذهب عيار 18، وتبدو كانها ايه ذهب تقعد فترة كبيرة جدا وهي في الاصل ايه فضة. فعايزين نعرف ايه الاخبار وايه الاسرار صناعه الفضه وانواعها، وازاي فعلا الناس بتقبل على الفضه في الوقت الحالي. مش بس كده، نعرف برضو حكايه طلاء الايه الفضه بالذهب عيار 18. نتعرف على حضرتك، صاحب احدى محلات الفضه الموجوده في وذهب، مركزين دلوقتي احنا مركزين في الفضه دلوقتي علشان يعني قلنا نهرب من الاسعار العاليه بتاعه الذهب للفضه، فمحتاجين فضه جمله ومصنوعي، وعندنا منتجات بقى مختلفه، يعني حاجات مصنوعه في مصر وبنجيب. طب قبل ما نتكلم فندم، يعني احنا كده نبتدي واحده واحده. دلوقتي احنا سامعين ان في اقبال على شراء الفضه بعد ارتفاع او موجه ارتفاعات الايه الذهب بسبب الظروف الحاليه طبعا، وحاله هو النزاع بين روسيا واوكرانيا. هتقول الوضع الحالي، توضح لي الحالي. نظرا لظروف الذهب الغاليه طبعا والاسعار الغاليه، كل الناس دلوقتي بتقبل على الفضه، يعني اللي معاه 200 300 جنيه عايز يجيب هديه لخطيبته، عايز يجيب هديه لوالدته في عيد الام، عايز يجيب هديه في عيد الحب، ما بيقدرش زي الاول يجيب حاجه. فكل الاقبال دلوقتي من الشباب ومن الناس الكبيره برضو على الفضه. احنا سمعنا حاجه بقى جديده قوي بتحصل في سوق ايه الفضه دلوقتي، ان بيتم طلاء الذهب او طلاء الفضه بالذهب عيار 18 بالظبط، وتاخد حاجه زي الذهب بالظبط. عندي الحاجات لو عايز اوريك نفس الشغل للذهب بالظبط، ما هيقدرش يفرق ما بين ده وده غير حد جوهري او حد شغال في المجال. زي الذهب هو ده اللي بيخلي الموضوع يمشي، ان اللي عايز حاجه بيلبسها بيعمل بيها خروجه او حاجه، واللي شايفها في ايده او في ودنه او في رقبته مش عارف ان دي فضه ولا ذهب، لانها مطليه طلا بالكهرباء بتبقى حاجه زي الذهب بالظبط. وبرده في شغل مستورد بيجي دلوقتي فضه مطليه ذهب اوريدي جايه كده جاهزه، هي جايه جاهزه. طب انا نستاذن حضرتك دلوقتي، يعني اللي بيشاهد معانا دلوقتي على اليوم السابع عايز يفهم بقى بس ماشي ازاي، بيشوف بنفسه وبعينيه ايه حكايه الفضه المطليه بالايه؟ بالذهب. هل في نماذج عند حضرتك ممكن توريها لنا الموضوع دوت للمحلي والمستورد؟ حاضر. هات يا وائل كده كم السان في ذهب هنا في الريون، وعايز حاجه من بره، وانا في مجموعه كبيره جدا مطليه ذهب المفروض انها كانت جايه من بره. بس للاسف يعني الشغل واقف شويه. وده عامل مشكله في انه بيرفع السعر اكتر. يعني قصدي حضرتك ان لو لما تتفك المساله والحاجه تنزل بالسوق تقريبا اكيد الاسعار بتنزل، معروض كتير السعر بينزل. هو السعر كام دلوقتي الفضه يا فندم؟ الفضه دلوقتي هات لي كام واحد مطلين ذهب برضه، مطلين ذهب. السعر بتاع الفضه دلوقتي كخامه يعني 14 جنيه على حسب العيار، لان برضه الفضه زي الذهب عيارات. عيار كام وعيار كام؟ في عيار 800 وفي عيار 900 وفي عيار 925. الشغل اللي انا بقول لك اللي هو المطلي ذهب حاجه زي كده. ده فدم فضه. ده فضه ومطليه. مطليه بالذهب، يعني هي بالظبط كانها بص حضرتك حاجة كانها ذهب. كده اهو. كده اهو. كل ده فضه ومطليه ذهب، وبعد كده بقول لحضرتك لما زوجة حضرتك بنت حضرتك تلبسها محدش يقدر في الجامعة في الشغل مش حدش يقدر يقول ده ذهب ولا فضة. ده الفضة اللي هي من غير طلاء. ده طبعا حضرتك يعتبر ده احدث يعني موضه دلوقتي شغاله ان ينزل ذهب. ايوه حضرتك فضه مطليه الذهب ده حضرتك علشان نقدر يعني نخرج شويه من المأزق بتاع سعر الذهب الغالي. طيب السؤال برضه انسيال زي ده لما يكون ذهب هيعمله في حدود مثلا 17 18000 جنيه. هو دلوقتي فضه مطليه ذهب في حدود 400 جنيه. 400 جنيه كبير جدا جدا. نفس الشكل نفس الشكل. بقول لحضرتك لو انت صورت بعديه محل الذهب اللي جنبي هتلاقي عنده نفس الموديلات دي، احنا برضه بناخد الموديلات الذهب ونعمل زيها فضه. واخد بال حضرتك؟ فهو ده اللي مخلي الاقبال دلوقتي على الفضه. طيب الناس دلوقتي بعد ما تتفرج، طبعا في ناس اكيد ما تعرفش الموضوع ده كتير. ايوه. لكن بيسالوا السؤال الاهم بقى، طب بالنسبه للفضه دي ممكن الذهب يروح بسرعه؟ على حسب الطلا، ده الطلا ده معمول بالكهرباء ولا معمول، انا اسف، شغل بيقولوا عليه بلدي كده بالايد،
كل ما تكون الحاجه مقضيه بالكهرباء او جايه من بره بتقنيات عاليه هتفضل معاها على طول. تفضل قد ايه مثلا؟ يقعد قد ايه؟ ممكن على حسب برضه استخدامها، ما يجيش عليها برفان مباشر، ما يجيش عليها كريمات بطريقه مباشره، ما ننزلش بيها حمام سباحه اللي هو فيه كلور او شبه، ممكن تفضل معاها 10 سنين. انما لما البس حاجه في ايدي واحط 10 سنين ممكن ما دام هستخدمها واقلعها واحطها في مكانها مش هيجي عليها برفان مباشر. انما الالابس الخاتم في ايدي او الكوليه او الاسوره وارش عليه برفان وانا لابسه، البرفان ده فيه كحول وفيه مواد كيماويه بتاثر على الطبق. انما عرق حاجه طبيعيه، ميه، وضوء، اي حاجه ما يجرالهاش اي حاجه، ما يجرالهاش اي حاجه. المشكله في ان احنا نحطها في حاجه كويسه زي البيلز حاجه وينزل بيها حمام سباحه. حمام السباحه ده فيه كلور وشبه، كلور الشبه دول ماده كيماويه بتخلي حتى بتاثر على الذهب الاصفر، بتخلي لونه يتغير. الذهب الابيض لونه بيتغير، الذهب الاصفر لونه بيتغير، فما بالك بالفضه اللي هي عاملين لها حاجه كيماويه او تقنيه يعني كيميكال كده ان احنا نخليها لونها. طيب تقول ايه لكل مواطن يعني دلوقتي بيتفرج علينا وتنصحه بيه وهو بيجي يشتري الفضه، يشتريها ازاي عشان برضه ما ياخدش حاجه تكون مستواها اقل او جودتها اهم أقل. حاجه انها تكون مدموجه الدمغه بتاعه مصلحه الدمغه والموازين، متاكد من الدمغه بنفسه. وبعد كده ده بالنسبه للشغل ده الدمغه بتبقى موجوده يا فندم، ممكن حضرتك تورينا حاجه عليها الدمغه؟ حاجه زي كده باينه جدا اهي الدمغه. ماشي. ده بالنسبة للشغل اللي هو الايه المصري. بالنسبة للشغل المستورد بيبقى عليه دمغتين، الدمغة بتاعت البلد بتاعته اللي هو جاي منها، والدمغة اللي هي ايه، بص حضرتك ده مستورد فعليه دمغة 925 بالانجليزي، دي بتاعت البلد بتاعته، وانا بدفع رسوم لمصلحة الدمغ والموازين عشان تتأكد ان دي فضة وجاية من ايطاليا فعلا، وتحط لي الدمغة بتاعت مصر اهي. بص وجه عليه الدمغة بتاعت مصر بالعربي، والناحية التانية نقلب كده هنلاقي الدمغة بتاعت البلد بتاعتها. من غير الدمغتين دول ما تشتريش الحاجه، وبيعتمد على المكان اللي انت بتشتري منه، المحل ده محل كبير ليه اسم في السوق، بيديك فاتوره بالحاجه اللي انت اشتريتها، تبقى عارف في سمعه، في سمعه كبيره. بفضل الله مثلا ليه موقع على الفيسبوك زي الموقع بتاعنا، بيديك فاتوره معتمده، بتقارن الاسعار مره واثنين بتلاقي الحاجه مظبوطه، هو ده بيديك ثقه في المكان. مش معنى انها فضه حاجه رخيصه يبقى اشتري من اي مكان، لا للاسف، ان لازم برضو تكون حاجه مكان جيد السمع. وقت ما تحب تبيعها الفضه خامه زي الذهب بالظبط، ينفع انك تبيعها وتسترد فلوس زي الذهب بالظبط، سعره في النهارده كام؟ هو بيعه بنفس السعر وبسترد فلوسي تاني. طيب توقعاتك لاسعار الفضه الفتره اللي جايه بقى مع حاله الحرب اللي احنا فيها دلوقتي؟ والله كل حاجه عماله تغلى، بس احنا عندنا حاجه ممكن نواجه بيها ان احنا نفتح استيراد شويه ما دام الموضوع رسمي. انا بجيب شغل من بره وممكن اجيبه من بره واقول لمصلحه الجمارك ده فضه وهو يكون ذهب ابيض، فبيقولوا لي الفيصل ما بيننا وما بينك الدمغه والموازين. ده هيساعد اكتر ان يبقى في رواج اكتر. العروض هيبقى كتير. طب حاليا ده الفتره الحاليه في اقبال بالفعل كبير على الفضه، بس احنا غصب عني بزود السعر علشان انا خايف ان الدولار عمال يعلى والامور الاقتصاديه اللي حوالينا، الحرب الموجوده حوالينا ده بيأثر طبعا فانا عايز اجيب شغل كتير بحيث ان انا بدل ما يبقى عندي قطعه واحده اقول هكسب فيها جنيه، لما عندي 10 قطع واقول لو كسبت 10000 كل قطعه هيجيب لي جنيه هو بس هبيع اكتر بالبلدي، زي ما ابويا معلمني زمان، بيع اكتر واكسب اقل، هتعمل زبون اكتر وهتاخد ثقه، هو ده اللي احنا عايزينه. شاكرين جدا لحضرتك، ونتمنى طبعا يكون في رواد كتير طبعا في السوق. نتمنى ان صوتنا يوصل ان شاء الله باذن الله. وانت برضو قلت لنا برضو عن حاجه جديده اللي هي الفضه المطليه بالايه بالذهب، يمكن تكون هي دي البديل لناس كتير قوي عايزه تشتري ذهب بس مش عارفه. بس لازم يقولوا انها فضه مطليه ذهب، ما يجيبش شبكه فضه مطليه ذهب. ايوه لازم يعرف ايه ومحدش يضحك عليه. لا هو ده المهم ان شاء الله عشان ربنا يبارك لهم ويبارك لنا. طيب لو انا بقى جيت وحد وراني حاجه فضه مطليه بالذهب، اعرف ازاي انها فضه مطليه بالذهب؟ هو مدموج عليها 925. يبقى 925 هي العلامه بتاعت الفضه. او 900 او 800. او 800. انما الذهب يبقى مكتوب عليه عيار 18 عيار 21، وبرده بالانجليزي العيار 21 ده اللي هو 875. يبقى رقم واحد لازم ابص على الدمغه اللي موجوده عشان ما يحصلش خداع عليها. اهم حاجه لازم الثقه في المكان اللي انت بتشتري فيه. بس هو ده المهم، اهم حاجه، لان لما ترجع لي تاني انت عارف ان انت بتشتري من محل كبير وليه سمعه ومعروف في السوق. شكرا.